كل شباب تيبوليت وتحية لكل الناس اللي كانوا في كنا. دائما من الطرائف اننا كنستقبلوا كل مره واحد من الشباب ولا واحد من النساء ولا واحد من الرجال اللي كيعبروا على الوطنيه ديالهم والمغربيه ديالهم. وحنا دائما جلود مجند وراء صاحب الجلاله اللي بهذه المناسبه نرفع كفر الولاء والضلع للسده العليا بالله حضره صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده الذي ننعم في ظل سياسته الحكيمه وحكمته الجيده بالامن والامان والاستقرار. سقط على ملكنا الله يخليكم، سقط على ملكنا. لا 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 ما سقط ما سقط فارغه ملكنا. تحية لكم وتحية لكل الناس ديال تيبوليت، تبارك الله عليكم وشكرا جزيلا لكم بما يوجدوا الفرقة الموسيقية إن شاء الله نايضة هذه العشية وتبارك الله عليكم. عيش الصحراء المغربية وعيش الشباب، عيش القوى المسالكة والمسلحة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. السيد قائد لمركز افوراد، السيد رئيس المجلس الجماعي لافوراد، الساده المستشارين الجمعيين، السيد رئيس جمعيه تيبوليت للتنميه، الساده اعضاء الجمعيه، السيد رئيس المجلس الجماعي لتيموليت، السيد رئيس المجلس الجماعي لتيموليت، الساده اعضاء المجلس الجماعي لتيموليت، السيد رئيس جمعيه تيموليت للتنميه، الساده اعضاء مجلس اعضاء مكتب الجمعيه، الحضور الكرام. يسعدنا أن نرحب بكم ضمن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان السادس لجمعية تيموليت للتنمية المنظم بشراكة مع مجد. إذا نطلبكم الآن مع كلمة للسيد عبد الرحمن حجي رئيس جمعية تيموليت للتنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. سعداء بحضوركم جميعا، واهلا وسهلا بكم ومرحبا بالحضور الكريم. وكما تعلمون انه في اطار فعاليات المهرجان السنوي السادس تحت شعار المورود الثقافي في خدمه التنميه المحليه الذي تنظمه جمعيه تيموليت للتنميه بشراكه مع مجلس جهه بني ملال خنيفره والمجلس الاقليمي لازيلال والجماعة الترابية لتيموليت ومندوبية التعاون الوطني بأزيلال والجمعيات والتعاونيات المحلية. وبهذا الحدث الكبير ارتعى المكتب التنفيذي لجمعية تيموليت للتنمية باعتبارها جمعية جهوية مد أجنحتها لتكرم هرمين كبيرين من مجال الأغنية الأمازيغية. صفقات من الجمهور على هذا الهرمين، وهما الفنانة حدة وعكي والفنان بن ناصر أخويا. فكما يعلم الجميع فهذه الفنانة الأمازيغية الاستثنائية والتي وصفها الكثيرون بسيدة الطرب الأمازيغي، وآخرون بفيروز الأطلس المتوسط، وآخرون بأيقونة الأغنية المغربية. فقد ازدادت سنة 1953 بقرية أيت سحاق بنواحي خنيفرة، ومنذ صغر سنها كانت مولوعة بإيقاعات الموسيقى والأشعار الأمازيغية. وهكذا صقلت موهبة الغناء لديها بحنجرة ذهبية زادتها مياه الأطلس المتوسط قوة وعذوبة. وفي سن 13 سنة توجهت إلى منطقة زاوية الشيخ، وهناك التقت رفيق الدرب بن ناصر أخويا أحد أشهر الفنانين الأمازيغ الذي كان يمارس آنذاك مهنة الخياطة، وهو من مواليد 1939 بزاوية الشيخ. وقد قرر بعد ذلك الفنان بن ناصر أخويا الانتقال إلى الدار البيضاء ليمارس شغفه بالغناء، وقد رافقته حدة وعكي إلى هناك بعدما لاحظ براعتها في الغناء والأداء، وقد دعا صيتهما كثيرا خصوصا في السبعينيات والثمانينيات، حيث نهل من مدرسة الفنان الغازي بن ناصر رحمه الله، حيث كان يؤتي ثاني فضاء الإعلام السمعي عبر الإذاعة الوطنية زوال كل يوم زمن. كان المذياع خير جليس للمغاربة خصوصا في القرى البعيدة، وكان سكان الأطلس على الخصوص ينتظرون حصة الأغاني الأطلسية ليشنفوا مسامعهم بروائع الطرب على أفواه كبار المغنيين أمثال حدة وعكي بن ناصر أخويا، محمد رويشة، محمد مغني وغيرهم كثير. وتجدر الإشارة إلى أن الفنانين
شارك في مجموعة من التظاهرات في المغرب وخارج المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن الفنانين شاركا في مجموعة من التظاهرات في المغرب وخارج المغرب، ورغم مرور قرابة نصف قرن العطاء في المجال الفني فلم تنل حظها من الاهتمام، مما يجعل تراثها عرضة للتهميش والضياع. إلا أننا نتفائل خيرا بعلمنا أن أحد الأساتذة الباحثين هو الباحث عبد المالك الحمزاوي، الباحث في التراث الأمازيغي ورئيس الرابطة المغربية للكتاب الأمازيغ، يستعد لإصدار كتاب مفصل حول حياة الفنانة حدى وعكي. واليوم بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء عادت إلى قريتها حيث رأت النور، وتقطع حاليا بزاوية أيت سحاق بخنفرة، وتلبي من حين لآخر دعوات الجمعيات التي تكرمها عرفانا بمسارها الفني الطويل. ولا تكلم من ذلك فهي فخورة بالثقافة الأمازيغية وتؤكد حبها الكبير للمغرب، وتقول دائما بلادي أعز البلدان. ونتمنى لها طول العمر محفوفا بالصحة والعافية رفقة أخيها في الدرب الذي لم تلده أمها وهو بن ناصر أخويا. كما نرحب في الوقت نفسه بمجموعة أحيدوس برئاسة المايسترو محمد ألمو، والمجموعة الشعبية من القصيبة برئاسة المايسترو خاتم محمد، كما لا تفوتنا الفرصة لنتقدم بالشكر الجزيل لكل من السلطات الإقليمية في شخص السيد العامل والسيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني والسيد رئيس الجهة بني ملال خنفرة والسيد رئيس المجلس الإقليمي لأزيلال والسلطات المحلية في شخص السيد القائد مركز أفوراد والسيد خليفة مركز تيموليد والسيد قائد رئيس الدرك الملكي بأفورار والسيد رئيس المجلس الجماعي لتيموليد، رفقة جميع أعضاء المجلس والتقنيين والأعوان، مشكورين على خدماتهم الجليلة من أجل إنجاح هذه التظاهرة. والشكر موصول لممثل الصحافة الوطنية والجهوية والمحلية على تغطيتهم للحدث. كذلك الشكر موصول إلى جميع المساهمين في إنجاح هذه التظاهرة، أمثال أفراح عصام من أفورار، ممول الحفلات شهوة الشباب ببني ملال، جماعة أفورار، جماعة سيدي حمادي، جماعة أولاد مبارك، شركة أوزومبيس، والمساهمون فاعل الخير الذين استقبلوا الخيال في منازلهم وأعطوا لهم السكن والعلف والكهرباء. وبالإجماع حتى لا أقصر في حق أحد، نشكر كل من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذه التظاهرة، راجين من الله عز وجل راجين من الله عز وجل أن يسدد خطانا لما فيه خير هذه الأمة. وراء العاهل المفدى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وحفظه، وأقر عينه بولي عهد مولاي الحسن وكافة أفراد أسرته العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وشكرا. وقبل بدء هذه الأمسية أشد على أيادي ساكنة تيموليلت صغارا وكبارا على نبل أخلاقهم وحسن تنظيمهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه التظاهرة التي هي لكم منكم وإليكم. وشكرا، وأتمنى أن تستمتعوا بهذه الأمسية. وشكرا.